حاتم، عايزين نعرف ايضا منك يعني ايه المستجدات، لو نقدر نقول كده، اللي حصلت في ملف المدير الفني. هل فعلا الموضوع متاخر في منتخبنا الوطني ان يتم تحديد المدير الفني حتى الان بسبب الجهاز المعاون ولا لا؟ بص حضرتك، هو يعني اتحاد الكوره، نقطه ان اتحاد الكوره اتاخر في اعلان المدرب الجديد. يعني اعتقد ان اتحاد الكوره لم يستكمل شهر تقريبا على تشكيل هذه اللجنه الحاليه، وبالتالي يعني شايف ان في تاخر. لكن المشكله انه بعض المدربين المرشحين لتدريب منتخب مرتبطين بعقود مع انديه هيبداوا مسابقه الدوري يوم السبت الجاي، او حتى عندهم او بداوا حتى الموسم بماتشات افريقيه، زي كابتن ايهاب جلال اللي هو المرشح الاول لتدريب المنتخب في الوقت الحالي. يمكن وانا يعني كان المفروض ان اتحاد الكوره يعلن النهارده الجهاز الفني لمنتخب مصر، وحتى الان وانا بكلمك هو ايهاب جلال ما زال المرشح الاول لتدريب منتخب مصر. ولكن في بعض المشكلات او في بعض النقاط في الكواليس بتدور حول اختيار الجهاز المعاون للكابتن ايهاب جلال، وتمسكه الشديد جدا بوجود حمد ابراهيم مدرب عام ومصطفى كمال في حراسه المرمى او مدرب حراس مرمى. اتحاد الكوره بيتحفظ على الاسمين دول، او على الاقل مصطفى كمال هو شايف انه ممكن يستعين به حمد ابراهيم سواء كمدرب عام او مدرب مساعد، مع ان هو يضم اسمين ثانيين هم طارق مصطفى وسيد معوض. لكن في تحفظ شديد وتحديدا من جانب الاستاذ عمرو دهين رئيس اللجنه على. طب كنا سمعنا اسماء كابتن عماد متعب وكابتن محمد شوقي. والله بصي، كل دي اسماء مرشحه، يعني عايز اقول لك انه حته مدير المنتخب بيتنافس عليها بشكل قوي جدا. المرشح الاول ليها هو عماد متعب، وده بيرشحه الكابتن محمد صب، وهناك اسم اخر هو كابتن احمد حسن. ولكن اتخيل انه عماد متعب هو في حاله تعيين ايهاب جلال مدير فني المنتخب، هيكون عماد متعب هو مدير منتخب. في منافسه او في يعني التواجد اسم او مطروح اسم كابتن احمد حسن، ولكنه بيجي في المرتبه الثانيه خلف عماد. في برضه اسم محمد شوقي مطروح بجانب، في منافسه بين سيد معوض اللي هو المرشح الاول حاليا وسوم ويليه محمد شوقي. انت عارفه طبعا لازم يكون في توازن بين الاهلي والزمالك في حته الاختيارات. اكيد اكيد بالظبط. فاذا تم الاستعانه به او تعيين ايهاب جلال مدير فني منتخب، فتخيل الاقرب حتى هذه اللحظه هو وجود حمد ابراهيم معاه، وجود طارق مصطفى ممثلا عن الزمالك، وسيد معوض ممثلا عن الاهلي، ومصطفى كمال مدربا لحراسه المرمى، لان الكابتن ايهاب جلال بيتمسك بشكل شديد جدا بوجود حمد ابراهيم ومصطفى كمال. واذا اتحاد الكره رفض اي منهم فده بيعني اعتذار ايهاب جلال عن التوالي المهم.